أهلا وسهلا بكل مشاهدينا وما كنتوا ببرنامج فولو أب. مين منا ما بيتذكر مسلسل الكرتون هايدي؟ الطفلة اللي عايشة مع جدة بالجبل وعم ترعى الغنم ومع ابتسامة دائمة. هاي الابتسامة اللي بتخفي وراها قصة هايدي، الطفلة اليتيمة اللي انتقلت من بيت عمتها لبيت جدة ومنه لبيت عيلة غنية ومعاناة طويلة. هالقصة المشهورة كانت سبب انتشار صورة لطفلة اسمها تسنيم بمنطقة عفرين وتحولها لترند. بالصورة بتكون تسنيم حاملة ماعز صغير بابتسامة عريضة، هاي الابتسامة اللي بتخفي قصة نزوح وهروب من الموت، ومين بيعرف مين مات من أهلها ومين بقي، مثل كتير من أطفال سوريا. من التعليقات اللي اجت على هاي الصورة من أم محمد اللي كتبت: حبيبة قلبي ما أحلاكي، الله يفرجها عليكي وترجعي على بيتكم لحتى تصيري ست البنات، هايدي بتتعلم منك الحب والحنان والضحكة البريئة. أما محمد فعلق: بتوقع كل شيء كنا نشوفه بالمسلسلات والأفلام صار فينا حقيقة ولا اعتراض عن حكمة الله. أما نهى علقت: حاسة إنه الشخصيات الكرتونية المعترة كلهم رح يطلعوا من سوريا. فيديو انتشر بالصين وعمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا. بالفيديو بيظهر مجموعة ضخمة من المسافرين بالمطار وهن معصبين وعم يهاجموا رجال الأمن اللي محاوطينه. صحيفة ديلي إكسبريس كتبت وشرحت أن النشطاء بالصين أكدوا أنه تم إجبار تقريب 14,000 شخص بالمطار بشكل مفاجئ على الدخول بالحجر الصحي بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا بمطار شنغهاي، اللي رح يتم فيه إجراء فحص كورونا لكل المسافرين بشكل إجباري. بالفيديو منشوف حالة الفوضى اللي صارت وكيف الركاب المحتجزين أو المسافرين مو موافقين وعم يدفشوا رجال الأمن. بسبب الفوضى اللي صارت، السلطات بالمطار اضطرت انه تلغي هذا القرار المفاجئ بفحص جميع الموجودين، بس رح تفحص كل موظفين المطار خلال 24 ساعة. التعليقات اللي اجت على الفيديو من حنيفة اللي قالت: نهاية الدنيا قربت، الله يسترنا، أنا لو بدالهم طبعا بعمل تحليل لحتى أتأكد من وضعي. تعليق آخر بيقول: حلال عليهم والله، نحن شخص واحد والزور عم نحطه بالحجر. أيضا تعليق بيقول: ما شاء الله على القيادة الحكيمة، يعني هذا حل برأيهم، إذا كان في واحد مصاب من هالآلاف رح يعدي الكل. تأثيرات فيروس كورونا ما اقتصرت على التعليم أو العمل اللي تحول معظمه لأونلاين لحتى يتفادوا العدوى، كمان المؤتمرات السياسية كان لها نصيب من هاي التغييرات وتحول معظمها لاجتماعات أونلاين. وهيك تم الاستعادة عن الحراس الأمنيين المدججين بسلاح بخبراء اتصالات مدججين بالكيبوردات لحماية هاي الاجتماعات السرية من اختراقات الهاكرز. لكن مهما كانت الإجراءات الأمنية مشددة ضد محاولات التهكير، إلا أنها بتكون عاجزة أمام الأخطاء الغبية حسب وصف وزير الدفاع الهولندي. القصة باختصار أنه كان في اجتماع مغلق لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت، وكانت وزيرة الدفاع الهولندية حاضرة الاجتماع من البيت، فنشرت صورة لها على تويتر، بس نسيت أنه بالصورة في أوراق وعلى أحد الأوراق مكتوب الرمز السري لدخول الاجتماع. الصحفي الهولندي دانيال استغل الغلطة وقدر يدخل على الاجتماع المغلق وسط صدمة الحاضرين اللي تحولت لضحكات عالية بسبب أسلوب الصحفي العفوي بالحديث. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. Happily for us. How are you? They're fine. Hi, I'm fine. How are you? You know that you have been jumping into a secret conference of the NKVD? من التعليقات اللي اجت على هذا الفيديو من سناء اللي كتبت: هو ذكي جدا، لو كان عربي لرأينا جثته صبيحة اليوم معلقة بالساحة. أما تعليق آخر من شهرة اللي قالت: سوف يشغلونه معهم، يقتنصوا فرص لتشغيل أذكياء معهم عكس عقابهم. أما مجد فعلق: لو بالوطن العربي صار هيك كان هلأ المسكين مرمي بأقبية الفروع الأمنية.
معاذ عبد الرحمن شاب سعودي مشهور على السوشيال ميديا. معاذ قرر يتحدى أخواته الصغار بحيث إذا جمعوا 50,000 لايك بيومين على مقطع تيك توك رح يشتري لهم بلاي ستيشن 5. أخوات معاذ ربحوا التحدي وجابوا 50,000 لايك، بس لما أجا وقت الوفاء بالوعد تملص منه معاذ بالمماطلة. لهيك تحول الحدث لترند بالسعودية تحت هاشتاج معاذ وين السوني لمطالبة معاذ بتنفيذ وعده. هذا الهاشتاج لقى تفاعل كبير كتير بالسعودية وتحول لكرنفال جماعي على وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن منضم صوتنا كمان ومنقول لمعاذ وين السوني؟ اسمع دقيقة، جيب 50,000 لايك في يوم واحد. لا وين والله؟ كم؟ خلاص يومين، 50,000 لايك أجيب لك سوني 5. أوكي؟ التعليقات اللي اجت على هذا الفيديو من صفا اللي قالت سعره 1800 وشوي رخيص، توقعت سعره 5000 مثلا. شو هالازعاج يا معاذ، زل نفسك واخوانك الصغار اشتري له وبطل هالحركات الغبيه. اما ريحانه فعلقت ننتظر السوني يا معاذ، احنا دافعين دمنا باللايك في تيك توك. عن نفسي سويت 12 حساب عشان احط له لايكات، يا ويلك ويا سواد ليلك ان ما جبت لهم، يا معاذ وين السوني. اما رائد فعلق بسيطه جدا، هات لهم واحد سوني 4 وواحد سوني 1 وحطهم بشنطة واحدة، غير هذا الحل ما عندي. هاي كانت آخر أخبارنا لليوم، وهيك بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيتجدد معكم بكرة بحلقة جديدة. مع السلامة.